في خبر آخر وفي أخبارنا المحلية، نفى مدرب دفاع تاجلانت المقال عمر بالعطوي عدم تحكمه في المجموعة بعد أزمة النتائج، مضيفا بأنه تقبل إقالته بكل صدر رحب، إلى أنه طالب رئيس الفريق بتحمل مسؤولياته وعدم إلقاء كل المسؤولية على المدربين. كيفاش انت تروم وابري تعرف باللي ما كانش الانضباط فيه بعض المرات وين اللاعبين ما يتفاهموش ولا دونك نحتوي الامر، لكن الرئيس كان يحوس اوترمو، هو كان لازم يدير الدور تاعه. انا كمدرب كنت نسير المجموعه تاعي بكل جديه واللاعبين كانوا منضبطين، انا تقبلت الاقاله بالرحب، لكن انا نقول باللي عملت باتقان في هذا الفريق. احنا المدربين اوني توجور كيما يقول لك الفيزيبل اللي صوتي